ولمزيد من التحليل ينضم إلينا طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. أستاذ طارق، يعني بعد التحية، كيف ترى بداية استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي؟ تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين. أتصور أن هذه الاستضافة تؤكد على أن مصر هي سرة العالم ومركز ذلك العالم، وأتصور أن يعني هذا قدر الدولة المصرية. هي يعني لو أرادت التخلي عن دورها لما تخلى الدور عنها، فأتصور أنه هذا يعني هذه رسالة ثقة من الاتحاد الأوروبي في الدولة المصرية. وما أبعد اليوم عن البارحة، يعني من 10 سنوات خلت في 2013 كان ذلك التخوف وكان ذلك الانعزال والانزواء، وكان لكن الآن الوضع اختلف كليات. فارق ما بين الثرى والثريا، ذلك الانفتاح، ذلك الاهتمام، وتلك الثقة اللامحدودة في الدولة المصرية باعتبارها يعني شريك استراتيجي موثوق فيه، باعتبارها ركيزة الاستقرار ورمانة الميزان، وأنها يعني حققت كل تلك الإصلاحات في بنيتها التشريعية وبنيتها الاقتصادية وبنيتها التحتية، وكل الذي يؤهلها لعقد مثل هكذا مؤتمر عالمي كبير. نعم أستاذ طارق، رئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته أكد أن الوضع الإقليمي وما يشهده من تحديات جسيمة يتطلب دعم وأيضا تنسيق مستمر بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات. برأيك كيف يمكن تفعيل هذا التوجه؟ أتصور أنه يعني تفعيل مثل هذا هو يؤكد على سياسة الدولة المصرية في هذه الجمهورية الجديدة، وأن لها هذا الدور المحوري فيما يتعلق خاصة في ظل هذه الظروف الراهنة وهذه الملمات وهذه الأعاصير السياسية وهذه الزلازل الاقتصادية وهذه الجوائح، يعني هذه المتغيرات وذاك العالم سريع التغير. وفي وسط هذه الظروف ما أحوجنا إلى مثل هذه الشراكات الاستراتيجية. وأتصور أنه يعني الاتحاد الأوروبي عندما يعمل على ترفيع هذه العلاقات أنه ليس كلاما أو شعارات، وإنما يبدأ بالفعل في تنفيذ هذه العلاقة الاستراتيجية القوية. وأتصور أنه في هذه اللحظات هذه أكبر ثقة في دور الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا، وفي اقتصادها وفي قدرتها وفي فرصها المستقبلية الواعدة. ومصر هي سرة العالم لأنها مركز، بالفعل مركز إقليمي للغاز، ستكون مركز إن شاء الله إقليمي وعالمي لنقل الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وأيضا يعني لكثير من الفرص ولسلاسل التوريد والإمداد لكل الشركات الأوروبية. ليه؟ لأنه هي اتخذت هذه الإجراءات وهذه الإصلاحات كانت شديدة الوطأة على المواطن المصري وتحملها كما أشاد الرئيس السيسي، ولكننا نعيش في هذه المرحلة شديدة الصعوبة على الكل والتي يعني يشهدها العالم بكل آثارها. ولكن أتصور أنه يعني هذه جلال المرحلة، هذه مرحلة الصمود والصعود وصلابة الموقف، وكل مرحلة هي أيام وتمضي، لكن أتصور لا يمضي أبدا جلال الخالدين. ومصر الدولة اليوم بجهودها وقيادتها وفي هذا المؤتمر وهذه الثقة فيها وفي اقتصادها فيها ذلك الجلال، جلال الخالدين. نعم صحيح أستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.